السلام عليكم اصحابي الحلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي ما يختلفش عليها اتنين طبعا، وسهله، كبير وصغير بحبها. هي الفراخ المشويه، سواء مشويه على الفحم او مشويه في الفرن. دلوقتي احنا هنبدا نعمل التتبيله، وبعد كده هنقطع الفراخ، سواء بقى هنقطعها هنشويها متقطعه او نسيبها سليمه، هنشوف هنعمل ايه. انا عندي دلوقتي بصله فوق المتوسطة حوالي 100 جرام، حبيتين طماطم 200 جرام، ليمونة كبيرة او 2 صغيرين، فلفل اسود، كمون، قرفة، صلصة، ملح، ثماء، زيت، مكعب مرق. عندي اضافتين تانيين اللي هو الزبادي لو حابين، عندي الصويا صوص لو متوفر، تمام. بس الاساسي الحاجات اللي قلناها، الطماطم والبصل والبهارات. دلوقتي احنا ممكن نضرب كل الكلام ده في الكبه ونتبل بيه الفرخه. طيب انا بقى بحب اضربه في الخلاط. ببدا الاول بالطماطم، احط اي حاجه سايله ممكن تخليها تتضرب، وبعد كده بعد ما اضربها خالص اضيف البصل علشان خاطر الخلاط يلف الطماطم كده، تمام. بعدين اعصر الليمون، مفيش خل، الخل ده بنغسل بيه الفرخه بس. دلوقتي هحط علبه الزبادي، ممكن كمان نزود شويه ميه علشان نقدر نضرب الطماطم لو احتاجت، مش محتاجه خلاص. انا هروح اضرب الطماطم واضيف لها بقيه الحاجات واخلص التتبيله وارجع لكم تاني عشان نشوف هنقطع الفرخه ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما عملت التتبيله وخلصتها. دلوقتي هنقطع الفرخه. دلوقتي ممكن تشوف بالشكل ده، ممكن نعمل كده، ممكن نقسمها من الطرف بالشكل ده، ممكن تتفتح مش تتقسم، تتفتح من الطرف. بالشكل ده كده. طبعا انا هرجع اغسلها تاني، اشطفها تاني بمية بعد ما اقطعها بالشكل ده، تمام. بس بعمل ايه بقى؟ باجي كده هنا، شايفين الدبوسه دي، باجي كده احس كده بالسكينه، اوصل عند، ايوه، عند المفصل هنا كده وكده، شايفين طلعت دي كده. باجي هنا نفس الفكرة، أحس بنفصل كده وأجيب كده عشان ميبقاش فيها بقى. كده خلاص بقى المفروض إن أنا أبقى إيه، لو أنا عندي سرنجة للحقن يبقى كويس قوي، ما عنديش ببدا افتح اعمل فتحات كده او بخله اسنان وافضل اشك فيها في اللحمه من جوه. طب انا مش هشويها كده المره دي، دايما بشويها كده، المره دي مش هشويها كده، المره دي هقطعها نصين وهوريكم بنعمل ايه بعد لو قسمناها. طبعا انا لازم اغسلها تاني بعد ما افتحها. شايفين كده الجزئين دول انا بشويهم مع بعض في المشبك بتاع الفراخ. بس بعمل ايه بقى؟
ما بيسلفوش كده، باجي كده على السطح من الناحية دي كده، حط ايدي كده تمام كده بس. ايوه كده دلوقتي يعني كده قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين وغسلتها تاني تمام. ودي التتبيلة ضربتها واخدت حبة منها صفيتهم وطلع لي السائل ده، هاخد منه اللي عنده الابرة دي يقدر يستعملها، واللي ما عندوش هيقدر يجيب مثلا خليط اسنان او سكينة وتتشك بالشكل ده قبل ما تحط في التتبيلة. انا هجرب اعملها كده تمام. اخد الجزء التاني ده احطه في نفس الكيس او ممكن في العلبة مباشرة وتتغطى مفيش مشكلة، بس انا بحب احطها كده. انا اصلا لما بجيب الفرخة طازة بتبلها واشيلها متبلة في الفريزر. دي بقى التتبيلة اهي اهي، رجعت لكم تاني بعد ما بيدت الفرخه ليها في الثلاجه وبرضه حطيتها في الكيس علشان ريحه الثلاجه ما رضيتش اسيبها في العلبه. ودلوقتي هنشوف احنا هنشويها ازاي. انا عندي المشبك ده بصراحه جميل جدا تمام، بفتحه كده وبحط فيه الفرخه. نطلع الفرخه الاول من التتبيله ونشيل من عليها التتبيله تماما تماما، ما نسيبش بصل تحت الجلد ولا فيها. طبعا الفرن هيكون سخن. الفرخه مش كبيره، الفرخه حوالي 1200 او 1300، هشغل الفرن على 200 درجه وبعدين هحط فويل على الصاج اللي تحتي صاج الخبز علشان الفرخه تنزل الدهون عليه، لان لو سبتها تنزل على الصاج بيتحرق ما تغسلش بسهولة. فورق الفويل بمنتهى السهولة اتشال واترمى تمام. ندخلها الفرن وارجع لكم. كده شكل الفرخة بعد ما استوت تماما، وهنشوفها بقى بعد التالي. كده دي الفراخ بعد ما طلعت من الفرن اهي، طبعا وادي الطحينة ودي السلطة فظيعة، سلطة المطاعم، ودي مية السلطة اللي بيسموها ويسكي الغلابة، مش عارفة ليه السبب ايه السبب في التسمية بس تحفة بصراحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم،
وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.